ممكن نبص ولا لا احنا مش عايزين نبص. شفت الطبيعه من 8 الصبح ل 5 المغرب. طبعا زودت العماله عشان الضغط اللي عندي وعندي شهر بس قريب. تمام. بالنسبه بتشوف طبعا مشاريع كامله هنا، مزرعه السمك، مزرعه السمكيه، مزارع السمان، مزارع الارانب. شغالين بنبدأ من الساعة 7 الصبح بنتمم لحد الساعة 4 ونص. شغالين بنعمل مبنى زائد منزلي. المشروع ده صار تربية رياضية. تمام. مكون من 3 ادوار، دور ارضي ودور اول عباره عن مكاتب عاديه، الدور الثالث عباره عن صاله كبيره، صاله مغطاه للالعاب الرياضيه. لا عندي اعمال احداد وعدد من الدورين متراوح من 15 فرد يوميا ل 20 فرد. Thank you.